سنوات تمضي وما زال اللاجئون السوريون محط الأنظار وخبر في بورصة السياسة، ترتفع حوله القرارات وتنخفض من حين لآخر. اللاجئون السوريون في الأردن والذين تجاوز عددهم 1 مليون بين مسجل في مفوضية اللاجئين ومقيم غير شرعي يدعون اليوم لتصحيح أوضاعهم. فحسب وزارة الداخلية الأردنية تتوجب تسوية الوضع على السوريين المقيمين في المملكة والذين غادروا المخيمات بدون تصريح رسمي قبل 1 تموز عام 2017، أو الذين عبروا الشريط الحدودي ولم يسجلوا لدى الحكومة الأردنية أو المفوضية. في بيان لها رحبت مفوضية اللاجئين بهذه الحملة وعبرت عن أملها بتمديد المهلة ليتمكن عدد أكبر من اللاجئين المؤهلين من الاستفادة منها. ومن جهتها حثت اللاجئين على مراجعة المفوضية في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء الحملة في آذار القادم لتصويب أوضاعهم. فور الانتهاء من التسجيل في المفوضية يحصل اللاجئ على بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية والصادرة عن وزارة الداخلية من خلال مراجعة أقرب مركز أمني إليه، حيث تضفي هذه البطاقة طابعا رسميا لوجود حاملها على أراضي المملكة وتسهل وصولهم للخدمات الخاصة بهم. هناك من يجد في هذه الحملة خطوة ضرورية ومفيدة، وبالطبع نجد من فقد أمله بجميع الأوراق والإثباتات. فهل تثبت هذه الحملة جدواها في تحسين أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن؟